اش وقف ليه؟ صافي عندك فهمت واعره هي كنصور فضاء لا كلية عين سبعة كما كتشوفوا كنعانيو مشكل واحد هو مشكل التواصل مع الإدارة، ما كاينش تواصل بتاتا مع الإدارة، فين ما كنجيو كنتلاقاو مع السيكيورتي هو اللي كاين في الباب بوحدو، يعني كتلاقى وكاينين شي نماذج مؤخرا توظفوا غير مؤخرا في تسليم شواهد النجاح، يعني واحد الكاتيغوري اللي منحطة، يعني كتلاقى مع واحد مؤخرا البارح وقع مشكل كيقول لي واش ما عرفتش انت شكون، أنا نوريك أنا أش من دوار، غنخرجو غندويو. بسبب ان ذاك الطالب دعا على حقه انه غيدخل غياخذ الشهاده ديالو، يعني متبوع بكونكور ديال الماستر، كاين اللي متبوع بكونكور ديال التعليم ديغنيغ ديال اللي هو غدا، كاين اللي باغي يدفع البوليس، يعني الله يحسن العوان، ورقه ديالك غادي تامبريما غادي تسينا سير بلاص ما كتاخذهاش، كتجي كتواجه بان السيستيم سوا خاسر. وحاجه اخرى هو انك كتعامل مع كيشي واحد غيفكر يدوي غيلقى ان واحد منه اللي مقابل هذاك الكيشي، يعني ما غاديش يقدر يغوش عليه ولا شي حاجه، ما كتشوفش الاداره، يعني ان فوا كتدخل هذا الباب هذا كتلقى باب واحد اخر اللي مسدود، عندي ستاسيون دو غيسيت ورقه مسيني فيها سوا الدويان انك كتخول لك تمشي دير داك الشيء اللي باغي، يعني ما غاديش تبقاش تسنى. ديال المشاكل، انا جيت باش ندير ترونسفير لواحد الاخت ديالي هنايا، نظرا للظروف ديالها هي كتسكن في الباديه ومسجله في الجامعه ديال الحسن الثاني في 16. وجينا بغينا نقربوا ليها المسائل هنايا نظرا للسكنه ديالي انا هنايا، جيت باش ندير لها ترونسفير هنا، لقينا بزاف ديال المشاكل، من ضمن هاد المشاكل انهم باقيين ما سالوش مع الدراري القدام، والدراري الجداد باقيين ما سجلوش لحد الساعه، والرؤيه باقا ما واضحاش، هذا الشيء اللي كاين هو هذا، انا كنطالبوا من هاد الناس هادو باش يوضحوا الرؤيه للتلاميذ هادو يعرفوا شنو غيديروا في المستقبل ديالهم، هذا الشيء اللي كاين هو هذا. النظام ما كاينش بصفه نهائيه لدرجه انك كتعامل غير مع لا سيكيورتي، انا جيت تقريبا شي 4 المرات ولا 5 الوحيد اللي كنتواصل معاهم هما لا سيكيورتي، ما كيخليوهش كاع تدخل الاداره كاع بصفه نهائيه. كنطالبوا من هذا المنبر الرؤيه توضح للتلاميذ هادو، هادشي اللي كاين، لحقاش حنا دخلنا دابا على شهر 12 وباقيين الدراري الجداد ما تسجلوش، والناس القدام باقيين ما تحلتش لهم المشاكل ديالهم، وراه شهر 12 هذا.